في البداية عايز أقول إن اللهم لا شماتة، لأننا كلنا بنغلط، الفرق بس إن ستر ربنا اترفع عن ناس وناس تانية لأ. علشان كده بأكد إن التقرير ده هدفه توثيق للي حصل وإزاي حصل وإيه اللي جاي بعده. تقرير للتاريخ عن هزيمة مرتضى منصور في انتخابات البرلمان، هيكشف كواليس الساعات الأخيرة في الهزيمة ورد فعل مرتضى منصور. والجزء التاني من التقرير هتكلم فيه عن أخطاء مرتضى القاتلة اللي اتسببت في المشهد الدرامي ده، وإن كنت أهلاوي أو زملكاوي لازم تشوف التقرير ده لنهايته. وعلشان أسهل عليكم سبب طول الحلقة، هتلاقوا تحت في شريط الوقت تقسيم لمحتوى الحلقة علشان اللي حابب يقدم أو يؤخر يبقى عارف هو واقف فين. وقبل ما أبدأ عايز أقول لكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة تشجيعا للمجهود اللي اتبذل. يلا بينا نبدأ. أنا ماجد يحيى ودي قناتكم أسرار ومعلومات. تعالوا هنتكلم في الأول عن الساعات الأخيرة قبل إعلان هزيمة مرتضى منصور في الانتخابات وخروجه من الجولة الأولى واحتلاله المركز السادس بدون إعادة. الكلام اللي هقوله ده استنادا لناس مقربة جدا من حملة مرتضى منصور، فركزوا معايا. مرتضى اليومين اللي فاتوا قبل الانتخابات كان حاسس إن في حاجة مش طبيعية، حجم الإقبال على مؤتمراته الانتخابية وجولاته كان أقل بكتير من المعتاد. خلينا نفتكر إنه في 2015 خد أعلى تاني أصوات في الجمهورية بعد توفيق عكاشة، وكان مركزه قوي جدا واكتسح منافسينه، ومؤتمراته الانتخابية كان بيحضرها الآلاف بدون أي مبالغة. لكن المرة دي الصورة كانت مختلفة تماما، وهو لاحظ ده وكل أعضاء حملته. أعداد قليلة نسبيا، اشتباكات ومعارك لفظية، وناس كانت بتطول عليه أحيانا خلال جولاته، وفتور كده في التعامل خصوصا في جولاته بمدينة ميت غمر أو بندر ميت غمر زي ما بيسموها، ودي فيها كتلة تصويتية كبيرة. يا ست المستشار، أنت حضرتك دفع عندنا صح؟ ضيف ده مكان حضرتك؟ ده مكان بسألك سؤال، ده مكان حضرتك؟ مش ده دفع عندنا صح؟ يعني احنا بقى ده احنا أصحاب مكان، احنا في نادي ميت غمر، ده نادينا بتاعنا. مرتضى منصور كمان كان قلقان من منافسينه، ناس تقال ليهم اسمهم ومدعومين بقوة مادية، وأنا هنا بتكلم عن شخصين تحديدا وهم أسامة راضي وأحمد الألفي، وهم كانوا مترشحين على قوائم مستقبل وطن، واللي بيعتبر حاليا الحزب الحاكم وعنده مقدرة رهيبة في الإنفاق على الدعاية، لأن الحزب موقفه المالي قوي جدا، وكمان نزل قصاده عبد الفتاح البحراوي من حزب المؤتمر والدكتور محمود العزب مستقل، ودول من عائلات كبيرة وليهم شعبية جامدة في ميت غمر. فمرتضى كان عارف إنه داخل أقوى معركة انتخابية في حياته، معركة مش هبالغ لو قلت عنها معركة تكسير العظام. كل ده كان ممكن يعدي، لكن الضربة الكبيرة هي التصويت العقابي. الموضوع اتقلب أهلي وزمالك، الأهلاوية كانوا رافعين شعار لا لمرتضى تحت أي ظرف وتحت أي مسمى، وهنا كانت ضربة كبيرة لأن الموضوع خرج من نطاق السياسة ودخل لنطاق الرياضة والتشجيع. يعني القصة بقت التعصب أسوأ حتى من التعصب القبلي، وهنا كانت نقطة الضعف الكبيرة اللي أفقدت مرتضى منصور آلاف الأصوات بدون أي مبالغة. مرتضى وسط العوامل دي زي ما قلت ما كانش مطمن، ولحد اللحظة الأخيرة أثناء الانتخابات كان بيحاول يداري على قلقه وخوفه، لكن في فيديوهات بان فيها انه مهزوز حرفيا، وده قبل ساعات من اعلان النتائج بصوره رسميه. القلق كان فعلا ظاهر عليه وكان اكبر من انه يخفيه. مصر كلها مهتمه بمرتضى منصور، حاجه قلت عليها علم يا ريس والله العظيم، يا ريت من فضلك يا اخي شايف علم، لا ده كلاب بالله قاعده مستنيه، ده ميسي وانتخابات بايدن وترامب وكل تركيزهم حرب شرسه سافله، فلوس بتترمي بالملايين. مع بداية الفرز ووصول النتائج لمرتضى بدأ يتعصب والتوتر جواه بدأ يطلع وانفعل بشدة وزعق جامد لأعضاء حملته الانتخابية، ومن ساعتها قعد في فيلته ومخرجش منها، والكلام بدأ يظهر وسط الناس إن مرتضى خلاص رفع الراية البيضاء. ومن هنا أحمد ابنه اتدخل وكتب على تويتر إن والده متقدم في الانتخابات بحسب النتائج الأولية، وكمان طلب من أدمن صفحة مرتضى إنه ينزل كشف بالنتائج دي، لكن ناس كتير شككت فيها خصوصا إنها مطبوعة وده عكس كشوفات النتائج اللي بتبقى مكتوبة بخط الإيد ومختومة من اللجنة. بعد ساعات ومع اقتراب انتهاء فرز الاصوات، مرتضى واعضاء حملته اتاكدوا انه خلاص خسر وطلع في مركز متاخر ما يدخلوش اعاده وهو المركز السادس، ومن هنا السكوت حل على الكل والصدمه اتاكدت والكل انسحب، لدرجه ان الدايره فيها 36 مرشح كلهم راحوا بنفسهم ومندوبينهم يحضروا الفرز واعلان النتيجه من مقر اللجنه العامه. الوحيد لا راح ولا بعت حد من المندوبين هو مرتضى منصور، وانا هنا اقصد الوحيد يعني الوحيد حرفيا. مرتضى امر الجميع بالالتزام والصمت وعدم التصريح باي خبر او الحديث مع اي وسيله اعلام لحد ما يقرر هيعمل ايه، وفي الغالب هيقدم طعن على النتيجة في الساعات الجاية، خصوصا ان الفرق ما بينه وبين أسامة راضي اللي دخل إعادة حوالي 1700 صوت، يعني لو طعنه اتقبل وتم إعادة فرز الأصوات وإضافة أصوات لصالحه أو إبطال أصوات لخصمه ممكن يلحق الإعادة، واللي هيكون زي قبلة الحياة بالنسبة ليه. اللي فات ده كان نتائج، تعالوا بقى نتكلم في المقدمات، الأسباب الحقيقية اللي وصلت مرتضى منصور للنتائج دي. قاعدة معروفة، كل ما أعدائك تكتر كل ما فرص نجاحك في أي حاجة بتقل،
مرتضى للأسف ما كانش مدرك للقاعدة دي، بل على العكس كان دايما بيتفخر بكتر أعدائه وإنه بيحب يحارب في أكتر من جبهة. غلطة كبيرة دفع ثمنها أكبر مما يتخيل، خصوصا إن مرتضى نسي إن صوابعه مش زي بعضها. الجملة العبقرية دي قالها الباتشينو في الجزء الثاني من فيلم العراب، بتدي درس لمرتضى ولأي حد أعدائه كتير. مرتضى كان بيتعمد في السنين اللي فاتت يلم حواليه أصدقائه بس، الناس اللي بتأيده متتجرأش تعرضه أو تناقشه، الناس اللي بتقوله دايما أنت صح. أي صوت تاني كان بيعتبره عدوه، صوت نشاز ومنبوذ، وده تسبب أن أعدائه تكتر حتى من أصدقائه السابقين ومؤيدينه من الزملكاوية. والأهم أن الناس دي لما بعدت عنه قدروا يخططوا ويتحالفوا مع أعداء تانية ليه من باب عدو عدو وصديقه. أنا لا أدافع، أنا لا أهاجم، أنا لا أسيء. ما أنت جاي ليه؟ أستاذ علي ما حضرتك جاي ليه؟ مالك خايف أوي؟ اتحاد الدرجات ده مثلا مش فاهم يعملوا لك إيه يعني مثلا؟ يعني أنت رايك مدير تحرير الأهرام يخلوك مثلا إيه يعني؟ إيه اتحاد الدرجات اللي أنت فرحان بيه أوي ده؟ أما أنا رئيس نادي أكبر نادي في مصر وإفريقيا زي النادي الأهلي كده وما تهزتش وكمل وفي بلد أو بشلوش 100 وإيه إيه المشكلة العامة؟ كل شوية تقول لم أقصد الإساءة ليه؟ يعني إيه بتقصد الإساءة ليه؟ راجل شتم بلدك وكل مؤسسات بلدك. وانا طيب. بقول لرئيس التحرير اللي بيخاف من الاسلام حتى ما يجيش للقناه بتاعت الزمن. دي مقوله تانية مرتضى منصور ما عملهاش اي حساب. وارد انك تختلف مع شخص، وارد حتى انك تكرهه، لكن اللي مش مقبول انك تخوض في عرضه وشرفه دي حاجه بتخليك تنزل في عيون الناس، وبتخلي حتى الناس القريبين منك يبعدوا عنك، والاكتر من كده يخافوا منك لأنهم بيشوفوا إن زي ما قلت على غيرهم ممكن تقول عليهم، خصوصا لو تعرف عنهم حاجات كتير. وزي ما المثل قال، احفظ لسانك إن صمت صانك وإن هنت هانك. محمود لم العيال اللي عندك، وإلا لو فتحت أنت بتعيط وبتروح تشتكي في جهات معينة الحق مرتضى. هقول ماجدة مين وعملت إيه واتمسكت فين وماتت فين، خلاص، وفي بيت مين وكان إيه. في بعض الأوقات تحس إن مرتضى منصور نسي إن الحصانة لا تدوم، الحصانة دي مرتبطة بمدة بوقت محدد، الدورة دي موجودة يا عالم الدورة الجاية هتبقى موجودة ولا لأ، وعلشان كده مجرد ما هتترفع عنه الحصانة في 9 يناير اللي جاي، آلاف البلاغات حرفيًا هتتقدم ضده، ومكتب النائب العام هيستدعيه بدل المرة 10، لأنه أكتر عضو في تاريخ البرلمان طلبت النيابة رفع الحصانة عنه للتحقيق معاه في اتهامات كتيرة، لكن بعد 9 يناير الحصانة هتترفع تلقائيًا، ومن هنا هيبدأ التحدي الأكبر في تاريخ مرتضى منصور. تحدي لو خسره في الغالب هيقضي بقية حياته في السجن. فين وائل شلبي بتاع مجلس دولة اللي قفل عليا المستشار عشان لفاني قضية عشان زكريا حازمي؟ وفين شريف اسماعيل القاضي اللي حبسني؟ ولا شعر راسي بتتهز. على فكرة عندنا مجلس نواب محترم ذكر. العدو اللي انت بتصنعه بخيالك اخطر عليك من عدوك الحقيقي، لأن عدوك الخيالي ده دايما بيبعدك عن الواقع وبيخليك منفصل عن الحقيقة، وده بيغم عينيك عن عيوبك أولا، وكمان بيضللك وما بتقدرش تشوف أعدائك الحقيقيين. ولنا في قصة أبو سنيدة وكلاب قطر قدوة ومثل. في النهاية اللي حصل مع مرتضى منصور ده درس لينا كلنا، درس ناخد منه عبرة وموعظة بعيدة عن الشماتة وشهوة الانتقام. وفي الأول والآخر لا يصح إلا الصحيح. استنى رأيكم في التعليقات. أشوفكم على خير.